عائد كأس سمو الأمير فيصل بن فهد عليه رحمة الله للدرجتين الأولى والممتازة. هنا عبر قنوات راديو وتلفزيون العرب اي ار تي سبورت 7 بالتحديد، وعبر برضو قناه اي ار تي الزعيم الزعيم. الجميع ينتظر والجميع يترقب صافره بدايه المباراه من جانب الحكم. صافره البدايه بتعلن عن بدايه المباراه، وادي اول كره كده ملعوبه وجول. اسرع هدف، اسرع هدف، اسرع هدف. نواف العابد، نواف العابد لعب الكره من منطقه السنتر وشاط واحده في المرمى في اقل من 3 ثواني. اسرع هدف في العالم، اسرع هدف في العالم. نواف العابد، نواف العابد خد واحده هوب في الجول، خد واحده في المرمى في الجول. وواقف احمد الرشيد بيتفرج، مشاهد، مشاهد زيه زينا. وادي نواف العابد خد واحده غدر بيه، غدر بيه. وعلى فكره الغدر صفر.